السلام عليكم، واليوم بنلعب انذل لعبه في العالم. انذل لعبه من جد، ما في انذل منها. اوكي، جدا سهله. عمران واحمد وعبد الله، جدا سهله. نشوف الحين، نشوف نتفاهم. المهم الفكره بسيطه، التحدي اليوم فكرته كيف؟ كل واحد فينا بياخذ له دور، عندنا ارواح فوق موجوده. طيب، اللي يموت يعطي الثاني، ما يحاول ما يكمل، يعطي الثاني، الثاني يكمل وراه. فاللي انت عديتها ما يهم، طالما مت الثاني اللي بعدك يكمل. الهدف هو اننا نشوف مين يوصل مكان معين، اللي يقدر يوصل المرحلة الخامسة، اللي يوصلها بيعتبر هو الفائز بيننا. ها ها والله ما تبايك هذا. كان في شيء يطلع فوق، انا شفتك انا. ايه. عطى اللي بعده. عالطرف، عالطرف. ركز. يا 13 دقيقة. احمد. ايه. اوه. 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 كمان احمد. اوه. المرحلة الثالثة. ضحك عليك. ايه جدا فنان، ما شاء الله، ما شاء الله. انا لا بيضيع لا ما شاء الله. طب هذه كيف؟ انا ما فهمتها دي. وي والله اي والله صعب يا اخي، التحكم فيه مره صعب يا اخي اللعبه دي. لا حد يعلمه. الظاهر انكم شايفينه انتوا. انا شفتها صراحه. ايوه. أوه. احمد 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 يعني تمشي عليها من غير ما تنط، لا تطيح عليها كذا وتنقز على طول. شو يركض فيها شوي؟ باقي روح يا شباب. ما ادري هو يعيد اللعبه. يموت يخسر خلاص ولا يخسر هو؟ اي يطلع برا الجيم. ما قلت لي لا لا لا، هذا قانون جديد. ما قلت لك حول كيف حشر حشر. لا والله لا برا بحبك. لا 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 ما ينفع اصلا. اقسم بالله ما عمري انتبهت لها. اقول لك لعبه نذله قسم بالله. انا اتوقع انه لو اي والله تدري انا اتفرج على هذه. هي اما لازم على الحفه. اوه تعرف لها ذي احمد. كبير صح ليش هذا؟ لا دمك دمك. والله انغفص محمد. الحق بسرعه. لا لا ما يصير ما يصير. وش بسرعه بسرعه. يلا لا انا كملت كملت كملت. كاو كاو دنك دنك بس دنك 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 ما دنك يا عطلت فوقك. روح روح دنك. واحد واحد دنك ما تنط. لا واحد العب بسرعه. حنموت حنموت. لا دوري لازم اعديها كذا بس. اوي دوري ايش جاي روح القس. ما ادري ايش يسوي. طيب اطلع اطلع عكس اطلع عكس. ايوه اوكي بعدين ما ادري. يا ويس لا 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 يا ابو استهبال. لا اسمه طبعا انا فزت الحين بالجيم. لا هذا مين المرحله الخامسه؟ هذا الرابع. هذا الرابع فزت انا. ما والله انا مش عبد الله. والله معليش ما ادري يا متاخر. ما ادري يا متاخر. تعال خلينا نشوف فين الحين نروح ارجع. تعال خلينا نفوز بالبطوله بالله. هذا شكلي ايش شكلي هذا؟ لا واحد 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 اي بس صح عليك. روح يلا ارجع لها. لا لا خل ديك تجي خل ديك تجي. اوه تجي اول؟ ايه يلا روح روح. تبي تبي ايه ايه سوي لها. روح قدك قدك قدك. هي هي واحدة شلون ما ادري ايش فيه؟ دنك دنك لا لا يستاهل فرصة. اللي عديه هو الفايز خلاص. ما اوف. وهذه فرصة ثانية. احمد ايوه بس عدي صل. اعطيك عطي يستاهل. اوكي في البداية دنك صح. مات لازم تنقز على مين؟ دورك يلا كمل. هذا بسويها ما عليك. يعني شراكة بيني وبينك الحين يعني لو خسرت. قاعد يغشون بس عشان يفوزون. حماا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 ا
دلك. ما شاء الله ما شاء ما شاء ما شاء الله بدعت توك يا محمد. ها تدري الضغط النفسي يا عمار. ايوه انا دنكت بدل ما انط. الشماد ما يزين والله الشماد ما يزين. يا عبد الله اصبر. عبد الله كبير. يا سلام يا سلام هي
والله اما دوري انا ما عمري لعبت هذه دائما ما شاء الله عليكم تعدونه بسرعه يلا والله صعب والله عبد الله صعب صعب صدقني ما عاد عديه ما عاد عديه لا تسويها عبد الله ما عليك عبد الله ما حد عديه صدقني عبد الله يمديك دي ما عليك عبد الله صدق لا الكوره الكوره مات هذه هذه الصفحه اللي يعديها يفوز هذا اللي اتفقنا عليه اوكي سانجو سانجو لا 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 ما ادري ما ادري بس خلاص اوه حلو اوه اذا عديت هذه افوز في الجيم بسم الله على التركيز اي اي قريبه قريبه اوه سيغوي صح عليك يا عبد الله الحق الحق دنك 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 فوز 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 يا عبد الله فوز فوز يديك يديك دنك بالركض اخيرا فوز واحد غير عمران اغلى مقطع مني والله والله احمد يكمل ايش قاعد يصير ايش هذه كيف طريقتها احمد اذا فزت فيها اعتبرك احسن من عبد الله الله ما امدح ما عندنا اكمل انا ما مشكله يعطيكم العافيه يا شباب والله لعبه من انذل ما يكون لكن لا 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 تحملوا احنا برنامج ما ننصح احد يلعبها ابدا وترى غاليه ب 4 ريال والله جدا غالي انت ما تجيب بخاري دي ابد ولا ربع ما قصرتوا شباب يعطيكم العافيه يعني تعالوا اشوفكم باذن الله في تحدي قادم لا تنسون لايكات يا شباب تكفون ما تقصرون اعرفكم واكتبوا لنا في التعليقات ايش اللعبه الثانيه المره الجايه نلعبها مع السلامه